اخر حاجه هنعملها علشان نتاكد انك تستحقي تاشيره المغامر هنعمل في اي تيست. اوكي. وبعد الفي اي تيست هنقول لك بقى تستاهلي المغامره ولا لا. يلا بينا. يلا بينا. شايفه جبال خضراء وغالبا في بحيره تحتيه او جبل مش عارفه. هيقلي جبل اخضر. يا عم ورن يا مامي. اوه انا نازله سريع. انا ايه؟ اوه لا لا انا ايه نازله بسرعه الصاروخ. هي دماغي فين؟ فين الدوائر دي؟ يلا اوبا اوبا. ده في ايه بومه دي اللي طايره قدامي دي ولا ايه؟ يمين يمين. اوه يا مامي يا مامي. لا استني استني. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. لا 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 خلاص 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 كده خلاص. انا دخلت في خرمت الجبل. يا نهار اسود انا بخبط في خلاص خلاص خلاص. رانيا بعد الفي ار تيست اثبتت لنا ان انت مغامره مش سهله خالص وتستاهلي التجربه. طبعا رشقت 15 مره في الجبل. اوكي. لا ده مش معناه اي حاجه، معناه ان انت شاطره برضه. تمام جدا. اوكي. احنا دلوقتي جاهزين نروح الطياره. اخر حاجه عايزين بس نعملها قبل ما نطلع على الطياره، عايزينك تسجلي فويس نوت لاي حد، بناتك لنفسك. الفويس نوت دي احنا مش هنسمعها، انا هخرج بره عشان ما اسمعهاش، وهنسمعها ان شاء الله لما تنزلي من الطياره بالسلامه. ان شاء الله. جاهزه؟ جاهزه. يلا بينا.